تفتكر النهارده الزمالك هيفوز في بطولة افريقيا ولا لا؟ هيفوز بإذن الله، احنا بندعي له عشان هو نادي مصري، احنا بنحب الزمالك، هو بإذن الله هيفوز عشان هو معاه مدرب حلو واللعيبة كويسة، ربنا يوفقه. هو كده كده هينزل المستوى بتاعه وهيتغلب ان شاء الله، اقل حاجة 4-0. يعني كمدير فني لعيبة مش متهيئة كويس، في لخبطة شوية في التشكيل كده يعني، بس لو نزل بعناصر معينه يعني باذن الله ممكن الزمالك هيخسر كده. الزمالك مش حلو، الزمالك مش فايق، الزمالك في الدوري بقاله كام ماتش تعبان خالص. لا بصراحه يعني اللعيبه مش واخده الثقه من نفسها، فمش هيتاهلوا ان شاء الله، هيخسر. تفتكر هيفوزوا كام؟ 2-0 باذن الله. ليه؟ اللعيبه كويسه وجد حلوهم باذن الله ويجيبوا 2-0. تفتكر اداء الزمالك في افريقيا اصلا كويس ياهله ان يجيب 4-0؟ ان شاء الله هيجيب 4-0 ان شاء الله باذن الله، 1-0 او 2-1 يعني. الزمالك هيخسر 2-0. هو عالم برضو دي حسب الدنيا، دي كوره ومحدش يعرف فيها ايه. نزل ليه؟ عشان المدرب بتاعهم مش حلو يعني.